أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نبض الشعب. نتحدث اليوم في التصريحات الحكومية الأخيرة التي كثر الحديث عنها بين المسؤولين الحكوميين وأيضا بين المواطنين في الشارع الأردني. رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معظم اللقاءات الرسمية مؤخرا تحدث مرارا وتكرارا مؤكدا بأن العام القادم لن يشهد رفع أي ضرائب على المواطنين الأردنيين، وهذا ما أكده عدد من الوزراء أبرزهم وزير المالية الدكتور محمد العسعس، وكذلك الحال وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور أو السيد أمجد العضايلة. الجميع في الحكومة يتحدثون بأن العام القادم لن يشهد فرض أي ضرائب على المواطن الأردني، وهذا ما نتحدث به في هذا المساء من برنامج نبض الشعب. في سؤالنا الرئيس، هل ترى أن الحكومة ستفي بوعدها ولن تفرض ضرائب جديدة في العام القادم؟ هذا هو سؤالنا لهذا المساء من نبض الشعب. نبدأ الحوار وإياكم في هذا السؤال بعد أن نشاهد التقرير الميداني حول ذات السؤال. بالنسبة لموضوع الضرائب، قبل أن نبلش بموضوع هل الحكومة قادرة أو مش قادرة، ما راح أدخل بهذا الموضوع. الحكومة مسؤوليتها تحل مشاكلها، والحكومة مسؤوليتها تلاقي حلول. بس بالنظر للتاريخ، للحكومات المتعاقبة والوعود اللي صارت بحكومة واحد واثنين وثلاث وعشرة، كل حكومة بتيجي بوعود وبتنتهي بدون اي تنفيذ اي نوع من الوعود. انا بقدر احكي لك كمواطن اردني ما عندي الثقه الكامله انه، وكمان انا شايف الوضع بال 2019. انا صار عندي زي عملت بزنس صغير بهاي السنه، الاستثمار والاستهلاك خلال هاي السنه كان في دروب، يعني أسوأ من السنين الماضيه. يمكن اخر كرايسيس كانت الاردن بتمر فيها زي هيك كانت ب 2008 اي ثينك. هلا الوضع شوي صعب، يعني إذا كنت متأمل خير أو كنت متفائل، إذا قدرنا نطلع من 2020 بخير على الوضع اللي إحنا فيه هلا بنفس الستاتس، خلينا أحكي لك خير وبركة. أحسن هيك أنا ما عندي تفاؤل. لا يمكن، لأنه منين بدهم يحصلوا الحرمانة؟ كيف بدهم يعوضوها وكيف بدهم يعوضوا الفساد وكيف؟ كله من الشعب، إحنا الشعب الوحيد اللي بصرف على الحكومة. الدخل الوحيد للحكومة الجمارك، ضرائب، هذول ما بتنازلوا عنهم. فأنا رأيي أنه راح ياخذوا الضرائب ويمكن يزيدوا عن ما حكوا عليه. طبعا إبر تخدير كله راح يفرض ضرائب زيادة برضو كمان. طبعا كله إبر تخدير، بس لأنه يعني شو بدي أحكي لك، يعني راح يزيد الضرائب أكثر 100% يعني. ما ظنت للأسف، يعني والله هو من المتوقع أنه توفي، يعني شيء اكيد انه راح توفي في الموضوع. توفي لانه في تغييرات، حسب ما سمعنا انه في تغييرات ل 2022 ل 2020 كمان. الحكومه حكت انه لن تفرض ضرائب جديده في العام 2020، هل برايك راح توفي الحكومه بوعدها ولا لا؟ لا ما راح توفي بوعدها، شيء اكيد يعني مش راح توفي بوعدها، هذا مؤكد مش من يوم من زمان. من جديد مشاهدينا الكرام نرحب بكم في حلقة هذا المساء من برنامج نبض الشعب. نتحدث في سؤالنا الرئيسي، هل ترى أن الحكومة ستفي بوعودها ولن تفرض ضرائب جديدة في العام 2020؟ نبدأ الحوار معكم مشاهدينا الكرام على أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا أمامكم على شاشة الحقيقة الدولية، ونبدأ في استقبال اتصالاتكم. ومعنا من عمان لينا جودة. مساء الخير لينا. حياك الله، اهلا فيك. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. اي اخبر غم، بالنسبه لسؤال المد اليوم استطلاعيه، الواحد بتامل وبتعشم ان الحكومه تطلع اصلح من الاولى اللي كانت. نعم. المشكله انه وعودها يعني عن فاضي، حبر على ورق، ما راح تنفذ، لانه كل سنه كل اخر سنه
دائما في نهج اخرتها على برف البنزين برف الكاز ومثقفات وخاصة مش عارفه ايش، وبعد شهر واحد برجع بغل الكاز والبنزين والضرايب وزياده وعن اكثر وعن اول. نعم بس في المقابل، في المقابل يا لينا الحكومة بتتحدث عن الحزم الاقتصادية اللي أطلقتها، وفي أنباء بتحكي إنه الحزم القادم الحزم الثالث راح تكون بتخفيض الضريبة وليس برفعها. سمعت بس والله إنه هذا كله والله كله زي ما قالوا بالتقرير كإبر تخدير لأكثر للمواطنين. نعم شكرا لينا جودة من عمان. نتحدث في هذا الملف مشاهدينا الكرام، الحكومة هل ستفي بوعودها فيما يتعلق بفرض الضرائب، خاصة وأن المصادر الحكومية خلال الفترة الماضية تحدثت عن الحزمة الاقتصادية الثالثة التي ستطلقها الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي تحدثت هذه المصادر بأنها ستتعلق هذه الحزمة بتخفيض الضرائب على عدد من السلع الأساسية، ومجموعة من الضرائب ستشهد تخفيضات خلال هذه الحزمة. أيضا الحكومة اليوم خلال إطلاق الحديث عن الموازنة العام المقبل عاد الوزير العشعسي التأكيد على أن العام القادم لن يشهد فرض ضرائب على المواطنين. من إربد حسين النمرات، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ برغام. حياك الله أستاذ برغام. الكلام تكلمه هذا الحكومة هو عبارة عن إبر تخدير للشعب الأردني، هاي واحدة. والشغلة الثانية مثل ما قال سيدنا الشيخ كشك عليه رحمة الله، كالذي يريد أن يتطهر من النجاسة بالبول. عبد الله السور قبل مجالات الملك يطردوا من مصر رئاسة الوزراء بكم من يوم، والدنيا رمضان، وإنه يقول لقد تجاوز الأردن مرحلة الخطر الاقتصادي، ثاني يوم رفع علينا سؤال البترول يا أستاذ برغام. نعم الحكومة عودت على عدم الثقة ما بيننا وبينها، مثل التقييم الكلام اللي تقوله ولا في شفافية ولا في أمانة. نعم طيب الحكومة فيما يتعلق بسعر البترول يا حسين، سعر البترول مرتبط بمعادلة مخصصة لهذا الملف، مرتبطة بأسعار البترول عالميا، ويفترض أنه إحنا هاي أثبتنا عليها المعادلة وننتظر التسعيرة في كل نهاية شهر. نتحدث اليوم عن الضرائب بشكل عام، الحكومة بتأكد ما في ضرائب جديدة، ما في ضرائب إضافية راح تنفرض على المواطنين، وهذا هو حديث الحكومة. نتحدث عن الضرائب وليس أسعار البترول، هل تعتقد أن الحكومة ستفي بوعدها ولن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين؟ دكتور نضال، يعني في أنا طلعت مثل جديد بدام بقوله، يعني بنسولف سوالف، سولف سوالف يقبل فيها المجنون قبل ما يقبل فيها الآجل. الحكومة بتقول لك في 2020 في ضرائب وبدنا نزيد رواتب المتقاعدين العسكريين والعاملين وغيرهم. يعني هل معقول ان نزيد رواتبنا وما يفرضوش عليها ضرائب جديده يا استاذ برغام؟ سالفوا على غيرنا هالسوالف، مش علينا. نعم هذا ما تتحدث به الحكومة، وهذا ما ننتظر من الحكومة أن نشاهده يا حسين خلال الفترة المقبلة. الآن الحكومة قادمة على بدء تطبيق هذه الموازنة التي أقرتها بعد طبعا أن يقرها مجلس النواب وأن تمضي بطريقتها الدستورية. الآن ننتظر من الحكومة تطبيق ما تحدثت به خلال الفترة الماضية. أستاذ برغام، حكومتنا تخضع لقوانين وشروط صندوق الحقد الدولي، والصندوق الحقد الدولي هو اللي بيتحكم فينا، مش حكومة اللي بتحكم فينا يا أستاذ برغام. إسرائيل هي اللي بتتحكم فينا، اليهود وليست الحكومة. وشكرا لك. نعم شكرا حسين النمرات من إربد. بالحديث عن صندوق النقد الدولي، وزير المالية الدكتور محمد العسس كان قبل أيام له حديث في هذا الملف، وأكد بأن الأردن لن ينصاع لما يطلبه صندوق النقد الدولي ولن يفرض ضرائب جديدة على المواطنين في العام المقبل. يعني هذا ما تتحدث به الحكومة خلال الفترة الماضية حول الضرائب، تحاول أن تطمئن المواطنين بأنه لن يكون هناك فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بل على العكس المصادر الحكومية تحدثت بأن الحكومة ذاهبة باتجاه تخفيض الضرائب ونسب الضرائب على المواطنين، وهذا ما يجمع عليه كثير من خبراء الاقتصاد بأن تخفيض الضرائب على المواطن وتخفيف عن كاهل المواطن سينعش من الحركة الاقتصادية في الأسواق بمختلف أنواع هذه الأسواق. من جرش نستمع لأحمد جميل. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ الغام. حياك الله استاذ الغام. لو سمحت لي طبعا. الحكومه بتوعد حمل على ورق، اما اذا تدخل سيدنا الله يطول عمره ويخلي لنا اياه، ما الناس الا هو
اذا دخل سيادنا لا ضرائب على الزيادة، اما ما دخل سيادنا رايح فيه ضرائب، لان احنا الشعب بطل يسكت والحكومة. نعم والله العظيم يا استاذ الغام، الناس ماكل هوا، الواحد بيمشي بالشارع. احمد جلالة الملك في خطاب العرش، يا احمد جلالة الملك في خطاب العرش كان كلامه واضح. والله جلالة مع الناس اللي هو نعم الناس كان كلامه يا احمد كلامه نعم. كان في خطاب العرش واضح للغاية فيما تعلق بموضوع الضرائب. نعم اكد بانه وجه الحكومة لإعادة النظر في مسألة الضرائب المفروضة. والله ما عليه يا استاذ الغام، وهذا اللي تحاول الحكومة الان يا اخ احمد ان تطبقه على ارض الواقع. الحكومة والله انها تخفض الضرائب يا استاذ الغام. نعم ما اللي عملنا وعليك، ما علينا الا هو صقر العرب جلالة الملك. نعم الله يطول عمره ويظل تاج رؤوسنا على الشعب الاردني وعلى الشعب الاسلامي كله. نعم احنا ما الناس الا هو، ما علينا غير انت يا ابو حسين. اذا تدخلت انت ما في ضرائب علينا، واذا ما تدخلت يا ابو حسين وعود الحكومه كله في مثل اللي بوعده المرة اللي فاتت، وعدونا ورفعوا الضرائب. واحنا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا احمد جميل من جرش. محمد العموش من الزرقاء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف حالك؟ يا هلا بك، تفضل. تفضلت يا سيدي. يا سيدي بالنسبة تحكم الحكومة ولا رفع الضرائب او الشغلات دي. سيدي نعم. هم يعني هم يحكوا كلام بس ما يتطبق على الواقع. نعم يعني الكلام اللي يحكوه زي مثلا كتاب موجه وينحط بالدرج، يعني ما له قيمه من مره. يعني هاي السوالف هذه ما رجع للمواطن كله. نعم. معروفه يعني هذه المواطن شبعان منها وراضعها رضاعه، يعني مع اللي ما لحقها رضاعه ابدا ما بيزمه. طب محمد خلينا نشوف النصف المليان من الكاسة مثل ما بيحكم. المصادر الحكومية حكت بأنه خلال الأسبوع القادم الحزمة الاقتصادية الثالثة للحكومة راح تكون ذاهبة باتجاه تخفيض الضرائب وليس رفعها. يعني طيب. المفروض يكون في عندنا شوية أمل. طيب سيدي. نعم. إذا سمحت. تفضل. إذا في عندهم ضرائب خذوها الضرائب تلقائيا. أنا امبارح كنت في المدينة الطبية. نعم. وكان في عسكر يسولفوا مع بعضهم. كل عسكري مقسوم عليه 15 دينار في ناس 20 دينار. اذا جاءت المعلمين طلعوها من دار العسكر ما يقدر يحكي. رئيس هيئه الكان لازم يسمع. ووزير الماليه لازم يسمع. وجلاله الملك اللي قاعد يوجه الناس هم يحكي كلامهم يخالفوه بشكل ثاني. اصلا الحكومه لازم تقعد 6 شهور من دون رواتب. اذا هي الحكومه رئيس الوزراء مع الفريق الوزاري اذا نجحوا بالمهمه تبعهم هذا نجحوا، ما نجحوا ولا يتيلوهم ناس ثانيين ويرجعوا ناس ثانيين محلهم، يجيبوا ناس محلهم. لكن انك انت من 6 شهور ظلت وعدني او 2 او 3 ظل راقد على بطن المواطن، واخر اشي ضرائب وكلها رفع اسعار. شو الراتب اللي بنطيها الناس؟ الراتب اللي هم هاكين على الناس بها شيء يا رجل وقسما بالله شيخ زي حتى هذا البلد بها خيرات الله. نعم. بها خيرات الله. اذا حنا في اذا في شغلات تمنع انه ما نطلع بترول ولا غاز ولا شغلات ثانيه يا سيدي، اذا في اتفاقيات سابقه احنا ما ندري عنها، اذا الدوله اللي هي ما فيها اتفاقيه ومنعت عنا لازم احنا نطلع بترولنا، نطلع خيراتنا من هالبلد. عمي امبارح انا اتفرج على عسكري، العسكر قاعد يسولف ليش تقسم علي 15؟ واحد يقول مقسوم علي ارزاق، اعطوني 35 دينار اقسموا علي ارزاق 50 دينار، شوف ايش ياكل 50 دينار ويداوم يطلع شهر يوم، حتى ما يسولف بالمدينه امبارح شوفوا مع بعضهم. العسكري هذا اذا مالي العسكري نفسه هذا قاعد بدال انت ما تدعمه حتى ما تقسم عليه ولا قرش لازم تدعمه، كل الجهات تدعم. نعم يا سيدي هذا سياج للوطن، هذا العسكري سياج للوطن. نعم. شكرا حلاية. محمد العموش من الزرقاء. عبد الرحيم الحواتم من مادبة، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله عبد الرحيم. كيفك يا استاذ الغاب؟ اهلا فيك، تفضل. بالله عليك ودي اوصل لك ملاحظه بالنسبه للزياده. اولا بالنسبه للحكومه ما في رفع، ما بالله شيء ودها ترفع، وهذا واحد وش نكذب على بعض. نعم. لكن انا اللي ودي اساله المواطن وشو دي لحق كهرباء يعطوا الموظفين تبع الكهرباء 16 شهر رواتب، هذا واحد، ورواتب عاليه. انا يا المواطن يدفعوني مشان 5000 موظف كهرباء او 5-6000 موظف بالفوسفات او بالبوتات، هذول ليش هذا الفوسفات والبوتات هذه حقي وحقك وحق كل اردني. نعم. ما بيصير يتنعم بها فقط 5-6000 10000 موظف والباقيين يا سيدي
يدفع يعني ما احنا ما لنا بالفوسفات كمواطنين اردنيين، ما لنا بالبوتات. الكهرباء هذه جريمه، والمياه المياه جريمه والكهرباء. يعني اسمع، لو فقط الاردني المواطن الاردني لو عليه بس الضريبه الثابته تبع المياه وعليه الكهرباء فقط، الضرائب اللي على الكهرباء والمياه، كاسر ظهره لعنه بيبيو. نعم، بدي اشكرك عبد الرحيم الحواتم، لانه هذه اهم نقطه في موضوع الضرائب، هو انه الحكومه عليها الان في هذه المرحله وهي تتحدث عن نهضه اقتصاديه وعن خطه اقتصاديه لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف الناس المعيشيه، عليها الحكومه ان تعيد النظر وبشكل جدي وبشكل واسع فيما يتعلق بالضرائب المفروضه على الكهرباء والمياه بالتحديد كخدمتين أو كنقطتين أساسيتين بالنسبة للمواطن. من المفرق نستمع لعيد العيسى. عيد، مساء الخير أستاذ. حياك الله. الله يعطيك العافية. أهلا فيك سيدي. أولا نحن لا نقنط من رحمة الله، إن شاء الله أنه يكون في تحسن، وإن شاء الله يكون في أنه الحكومة تراعي المواطنين. لكن أنا شبهت الحكومة من خلال تجربتي، يعني من خلال كمواطن أعيش على تراب هذا الوطن الغالي. شبهتها يعني بالعائلة، العائلة لكل واحد يعمل لحاله، يعني ما في لا أب يسيطر عليهم ولا شيء، كل واحد يعمل على رأسه. الآن هم بيقولوا نخفض الضرائب، لكن للأسف الشديد على الأرض الواقع نلاحظ بأن هناك في ضرائب وتفرض ضرائب. احنا الآن رواتبنا لما بنأخذ رواتبنا بنلاقي يأخذوا علينا عمولة ضريبة، لما نستلم أي شغلة نلاحظ، لكن عبارة على الورق هذا، كيف يعني حبر على ورق كما يقول. أما نريد تطبيق على أرض الواقع سيدي. أول إذا تكرمت وحلمك علي الله يبارك فيك، يعني انا اطلب من رئيس الوزراء يا اخي ليش ما تاخذ مثلي 600 دينار؟ يعني انت لا انت اكبر جد ولا احمر خد. انا موظف 33 وزاره التربيه والتعليم، خرجت ب 600 دينار كلهم ديون وكلهم قروض، افترش الارض ولا تحسب. الحمد لله رب العالمين. النائب هذا اللي واضعينه ايه، ما احنا مستفيدين منه، لواش 4000؟ العين هذا اللي على حفه قبره حاطينه، لواش حاطينه النا؟ يا سيدي هذول لو نخفض من رواتبهم بس، ولو والله غير ترجع الميزانية للدولة. لكن الآن أستاذ احنا يعني مش يقولوا واحد واحد 2020 طايحين في ضرائب. أنا وياك هنا إن شاء الله أستاذ الكريم، الله يعطيك طولة العمر إن شاء الله، رايحين نشوف إنه كما كانت، يعني لا تغيير على هالضرائب ولا تغيير على غيرها أبدا، عبارة عن إبر تخدير. او مثل ما اضحك انا على ابن الصغير اقول والله بدي اشتري لك بكره فوتبول، بدي اشتري لك بسكليت، بكره بعد بكره بكره بعد بكره، حتى ينسى هذا. من العجوز اللي كانت تطبخ الحجاره في الماء لاولادها وما كان عندهم شيء، وحتى يناموا يعني يقول شو هذا، تقول هذا طعام، هذا اطبخ لكم الطعام حتى ناموا الصبيه. وهذا الشعب سيبقى نائم اتجاه هذه الحكومات اللي الله يسلمنا فقط جلالة الملك اللي واصل الليل بالنهار ويتحدث معهم. لكن أنا المشكلة إني يا أستاذ المشكلة إن الملك يوجه الناس قاعد، ولكن هالمسؤولين أنا لاحظ كأنه في أذني صمما. الملك يقول حسن أوضاع المواطنين، ادعموا المواطنين يا أخي، نريد أرفعوا بالطبقات الكادحة هاي. لكن المشكلة المسؤولين هذا والله الوزراء وغيرهم هذول، والله لا إله إلا الله، يعني إلا الحساب عسير يوم يقفون في ساحة العرض على الله في محكمة قاضيها الله سبحانه وتعالى، ولا غير يسألهم. احنا للدنيا قديش نعيش؟ 80 سنة 100 سنة رايحين نموت، لكن والله سيسأل كل راعي يسترعي هذه الرعية سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. والله يعطيك العافية. شكرا عيد العيسى من المفرق. عبد الوهاب المبيضين من عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يمسيك بالخير يا أستاذ درغام. حياك الله، مساء الخير. تحية إلى كل جميع القائمين على القناة، كل باسمه ومسمى الإخوان بالجاليري. أهلا فيك حبيب قلبي. تفضل. رحم الله الشهيد البطل وصف التل في ذكرى استشهاده 48 اليوم. نعم. نترحم عليه لأنه ما في بطن جابه في المملكة. سيدي أنت عارف مصطلح أنه ما بدنا نرفع ضرائب وما ضرائب من السيد دولته الرزاز. نعم. على أساس أنه تمر بردا وسلامة على الميزانية، تمر بردا وسلامة على المواطن وعلى النواب، المجلس النواب الحاضر الغائب. نعم. اللي حتى لو أخذ ثقة في أو موافقة 66 صوت من النواب، وأنا متأكد راح يعطوه 120 صوت موافقة على الموازنة. إيه قديش صار له مستلم دولة الرزاز؟
في تحسين وضع المواطن أو بقايا المواطن الأردني؟ نعم، حتى هذه اللحظة لم يشهد أحد تحسين وضع المواطن الأردني يا عبد الوهاب، ولكن الحديث الحكومي في هذه الفترة الآن يبشر بواقع اقتصادي جيد إذا ما طبقت الحكومة ما تقول وما تتحدث به. يعني الأسبوع المقبل من المفترض أن تعلن الحكومة عن الحزمة الاقتصادية الثالثة في خطتها الاقتصادية. الحزمة ستتضمن تنفيذ توجيهات جلالة الملك بإعادة النظر فيما يتعلق بمسألة الضرائب. أيضا هنا الحديث عن هذه الضرائب، إذا انخفضت، الخبراء في القطاع الاقتصادي يقولون بأن هذا التخفيض سينعكس بشكل مباشر ومهم وبشكل إيجابي على خزينة الدولة، لأن الأسواق بمختلف أنواع الأسواق ستشهد انتعاش إذا ما تم تخفيض الضرائب. يعني بمعنى يا أخ عبد الوهاب، الحكومة ما تتحدث به. نعم، الله يوفقك. تفضل. أنا وجميع المواطنين احنا بنقول، أنا باسمي واسم كل مواطن واقع على وجهه من التفر ومن من من الفقر. نعم. أنا بهمني، ما بهمني حزم، أنا ما بهمني يدمج مؤسسة مع مؤسسة، أنا بهمني صحن الخبيز اللي من السوق من مجمع المحطة ما يكلفني 12 دينار. هذا اللي بيهمني. ما هذا ما تتحدث به الحكومة يا عبد الوهاب. يا عبد الوهاب، الحكومة بتقول إنه الأسبوع الجاي هي راح تعلن عن تخفيض الضرائب على سلع كثيرة في الأسواق المحلية، سواء سلع أساسية أو غير أساسية. هذا اللي بتحكي فيه الحكومة، وهذا اللي إحنا بننتظره من الحكومة. إن شاء الله الله بيخلينا من الحيين، وهي أنا وياك. وبدي أقول لك زغرتين يا هلالي، زغرتين الرزاز يا هلالي، والله عمره ما بنزل دائر. نعم. وشكرا لكم وللقناة المحترمة. شكرا عبد الوهاب بيضين. يعني هذا ما ننتظره نحن من الحكومة، وما ينتظره أيضا خبراء الاقتصاد من الحكومة، أن تساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد في الوطن وتخفيض مسألة تخفيض الضرائب على المواطنين. بحسب خبراء الاقتصاد سيساهم بشكل كبير وبشكل إيجابي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الأسواق وإعادة القدرة الشرائية للمواطن، يستطيع أن يذهب للأسواق بمختلف أنواعها، سواء الأسواق التموينية أو الأسواق التجارية، أسواق الملابس، الأحذية وما إلى ذلك من المنتجات التي يحتاجها المواطن بشكل أساسي، بشكل يومي أو بشكل شبه يومي. هذه السلع إذا ما انخفضت أسعارها في الأسواق المحلية ستشهد تطور في وحركة إيجابية في الأسواق. هذا ما ننتظر من الحكومة من قرارات ضمن حزمها الاقتصادية. كذلك الحال ما تقوله الحكومة خلال الفترة القادمة أمر في غاية الأهمية. الحكومة تؤكد بأنها لن تفرض ضرائب جديدة خلال العام المقبل، العام 2020، في ظل حديثها عن أنها متوجهة لزيادة وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية وزيادة الرواتب. تحقيق هذه الفكرة أو تطبيق هذا الكلام على أرض الواقع سينعكس بآثار إيجابية. ونحن نتحدث اليوم في هذا الملف، هل الحكومة جادة بهذا الأمر؟ هل الحكومة حقيقة ستفي بهذا الوعد ولن نسمع عن ضرائب جديدة خلال العام 2020؟ نستمع لأبو عبد الباسط من الزرقاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي درغام. حياك الله. حياك الله. تفضل. والله يا أخي درغام مداخلتي مختصرة ومفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل. مدام الله بقول جل جلاله إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. مدام الله يا أخي يا درغام سبحانه وتعالى تعهد إنه لا يخلف الميعاد. نعم. على الحكومة أن تتبع كلام الله جل جلاله الذي تلوناه قبل قليل، فهذا يا أخي يا درغام عهد بينها وبين الله أولا. نعم. قبل أن يكون بينها وبين المواطن. أملي في الله يا أخي يا درغام أن توفي بعهدها وتمشي فيما قالته، وهذا ما يعني ما قلته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أبو عبد الباسط من الزرقاء. محمد القطاونة من الكرك، السلام عليكم. محمد لو تسمعني من التليفون، بس يبدو أنه فقدنا الاتصال بمحمد القطاونة من الكرك. إذن مشاهدينا الكرام، نتحدث في ملف هذا المساء، هل ترى أن الحكومة ستفي بوعودها ولن تفرض ضرائب جديدة
في العام المقبل. كثيرة هي التصريحات الحكومية خلال الفترة الماضية حول هذا الأمر. قبل قليل لوزير الدولة لشؤون الإعلام السيد أمجد العضيلة كان له حديث، وبحسب ما أوردته صحيفة الرأي اليومية قبل قليل قالت بتصريحات منسوبة للعضائل بأن الحكومة تؤكد التزامها بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين خلال العام القادم، خلال الفترة المقبلة لن نشهد ضرائب بحسب ما تقوله الحكومة. وهذا هو ما نتحدث به في هذا المساء من نبض الشعب. وأيضا نذكر بما قاله رئيس الوزراء قبل أو يوم أمس الأول في الجامعة الأردنية، إذ قال إن أهم في موازنة العام المقبل أنها تحدد أولويات الوطنية للعام المقبل، والحكومة عملت على إعدادها بطريقة مختلفة وليس بشكل بيروقراطي كما هو متبع فيما مضى. أيضا أضاف أنه جرى المفاضلة بين الأولويات بما يعكس الرؤية الملكية بتحسين الوضع المعيشي للمواطن، مؤكدا أنه لا ضرائب جديدة إثر القرارات الصعبة التي تم اتخاذها، مؤكدا أن قرار عدم زيادة الضرائب لا رجعة فيه بالنسبة لموازنة العام 2020. إذن هنا حديث لرئيس الوزراء يؤكد بأن قرار عدم وجود ضرائب أو عدم فرض ضرائب على المواطنين لا رجعة فيه بالنسبة لموازنة العام 2020. وهذا ما أكد عليه اليوم وزير المالية محمد العسعس عندما عقد مؤتمرا صحفيا ظهر هذا اليوم للحديث عن الموازنة العامة التي تم إرسالها لمجلس النواب، والذي قال بأنها بنيت على ثلاثة عناصر أساسية هي عدم فرض ضرائب جديدة ورفع الرواتب وتحفيز النمو. وأكد بأنه لن تسمح الحكومة ولن يكون هناك رفع للضرائب، وأنه لا بديل عن توجيه نسب البطالة نحو الانخفاض. نعود نستمع وإياكم مشاهدين الكرام إلى آرائكم، ونستقبل آرائكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشة الحقيقة الدولية. بسام عدنان من إربد، السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله. الله يمسيك بالخير أخي برام. يا هلا بيك، مساء الخير يا سيدي. احنا وصلنا لمرحلة انه المواطن بطل فيه ثقة نهائيا لا بمجلس النواب ولا بالحكومة. نعم، يعني العملية عبارة عن تشليح واضح المواطنين. والله عمرنا ما شفنا الناس بوكلوا الحاويات بالشكل هذا، الليل مع النهار والله بنبشوا الحاويات على الأرض. عفوا. نعم، يعني 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 جوع. عندي مخزن أنا بدفع عليه قاعد 800 دينار مشقفات سنويا لبلدية إربد، وابني اللي مشغله. نعم، ابني اللي مشغله، واعترفت ورحت عليهم قال القانون هيك، إذا كان مالك مشغل مكان أو مؤجره الضريبة هي هي. طب 800 دينار يا عمي والله كثير. طب نعم، انا ما بشتغلش قاعد وظهري بوجعني وعندي وجع راس. نعم يعني. طيب بسام، حكيت في بداية الكلام بنقطة في غاية الأهمية يا بسام، بتقول انه اصبح لدينا او لم يعد لدينا ثقة بالحكومة. نعم، او في مجلس النواب. خلينا نحكي بالحكومة يعني بالدرجة يعني الاولى. يعني كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نعم، طيب يعني الآن شو المطلوب من الحكومة يا بسام؟ أجمل من هيك ما فيش. نعم، ولا بسام الآن شو المطلوب من الحكومة مشان تعيد الثقة اللي انفقدت بينها وبين المواطنين؟ شو المطلوب منها إنها تقدمه للمواطن مشان ترجع هاي الثقة ويعود المواطن يثق بالحكومة وبتصريحات الحكومة؟ يا سيدي طيب أنا معك، الآن اللي عنده صوت بالكاز أو صوت بالغاز، ومعظم الشعب الأردني معظمه إما كاز أو غاز، تدفئة مركزية. نعم، انسى موضوعها نهائياً. لما انت بتقول تنكه الكاز الان ب 12 دينار الا 10 قروش مشان نكون دقيقين. نعم، يعني تنكه الكاز قديش تقعد؟ طب انا عندي بدون مؤاخذه غرفه للجلوس وغرفه الي بدون مؤاخذه غرفه لبنتي بتدرس فيها، ثلاث صوبات والله العظيم شغالات. نعم، ومين بيقدر يقعد بلا تدفئه؟ يعني انت بتقول قاعد تنكه الكاز بتقعد من ثلاث ايام لاربع ايام. نعم، 12 دينار وما عدا فاتوره الكهرباء. طب المواطن وين بده يجيب؟ وجرة الغاز زي ما انت عارف 7 دنانير الجرة، بتقعد 5 ايام 6 ايام نفس العملية. يعني مصاريف مصاريف جامدة. يعني يعني المواطن الاردني الله يكون بعونه، وانا مش متقاعد يعني لا الي تقاعد ولا ضمان ولا الى اخره. طب المواطن وين بده يجيب؟ طيب انا سالت انه شو القرارات اللي ممكن تاخذها الحكومة او شو المطلوب من الحكومة لترجع الثقة بيننا وبين الحكومة؟ ينزل المحروقات، ينزل الكهرباء. نعم، ينزل الكهرباء والمحروقات،
تنكت البنزين الآن 15 دينار وشوي. يعني برأيك بسام إذا الحكومة نزلت أسعار المحروقات وأسعار السلع والضرائب على هاي السلع راح ترجع الثقة بين الشعب والحكومة؟ نعم صحيح. نعم صحيح. وبعدين شكرا. بعدين أخي الكريم نعم. ملحوظة بسيطة. فضل. الآن أنا عندي سيارة بستعملها. نعم. الآن أنا بحط في سيارتي بنزين شهري بين 45 و50 دينار. نعم. طبعا انا لما بحط يعني معدل تقريبا باليوم خلنا نقول من الدينار ونص للدينارين بنزين. انا لو بدي اطلب سياره تاكسي مثلا بدي بين السبعه والثمان دنانير والعشر دنانير يوميا تاكسي طلب. انا السياره لما انا بحسن استخدامها انا بتوفر علي كثير. نعم انا السياره وانت كمان بتوفر عليك كثير. جرب انت روح مواصلات وشوف بهدله المواصلات والدور تبع المواصلات والكلام اللي بتسمعه من المواصلات. فلا انت لما بتركب سيارتك انت بتوفر عليك كثير كثير سيارتك. اللهم احنا نحسن استخدامها، مش يعني خلنا نقول السياره على الفاضي وعلى المليان المكان بجنبك تروح بالسياره، لا ما فيش داعي، انت بتعمل كمان ازمه سير. نعم. طيب شكرا بسام عدنان من اربد. جميل الخرابش السلام عليكم. اقدر غام الله يمسيك بالخير عليك. حياك الله يا جميل. الله وبركاته. جميل بسام عدنان من اربد قبل قليل يتحدث عن ثقه المواطن بالحكومه ويقول بأنه إذا الحكومة خفضت أسعار المحروقات وخفضت الضرائب على المواطنين هذا أو هذه القرارات راح ترجع ثقة المواطن بالحكومة. برأيك هذه القرارات حقيقة بتعيد ثقة المواطن بالحكومة؟ بداية سيدي العزيز مقدمتي الله يحفظ جلالة الملك المعظم الملك عبد الله بن الحسين سليم الدوحة الهاشمية. نعم. الأخ اللي كان متداخل قبل شوية أنا بأكد وبزيد على كلامه إنه يجب على رئيس الوزراء إذا إنه صاحب ولاية عامة وإنه رئيس حكومة بيحمل العلم الأردني إنه يوقف المناصب والشكات الهيئات هيئة الطاقة هيئة النقل هاي اللي أفقرتنا المناصب يا أستاذ رغام السفرات السيارات اللي بيستعملوها بالدور. نعم فهمت علي بقول لك إنه شطبوا السيارات وبدي يقننوا عمي هذا كله ضحك على الحق. فهمت علي؟ يرتب اموره رئيس الوزراء خليه يدخل التاريخ مثل وصف الدل. وبعدين بالنسبه للخبر اللي سمعناه على قناه الحقيقه الدوليه انه في بطاقه بيصرفونا اياها احدى المتقاعدين 10% لا ما بداش اياها. شو 10% بدها اجي اخذ 20 ليره يقولوا لي خصمنا لك ليرتين. انا مش سحاب يا عطوف رئيس الاركان. انا خدمت 21 سنه انا صاحب كرامه. نعم. انا بقول الله يطول عمر جلاله الملك واحنا مع سيدنا اللي بده يتخذ قرار بده يكون قد القرار على رئيس الوزراء. انا انصح نصيحه لوجه الله تعالى انه يستقيل. نعم ويروح الزباين والحبايب والنسايب والقرايب. كفي صارت الاردن مسخره. نعم يجيبوا لنا ناس يا زلمه من برا بجنسوهم قذره البلد زباين. شكرا جميل الخرابش من عمان. الى الزرقاء فهد يوسف. فهد مساء الخير. الله يعطيك العافية أستاذ الغام. الله يعافيك يا هلا. الله يبارك فيك وشكرا لكم على هذا البرنامج اللي دائما يخلي الواحد يعني يفش غله. تفضل. يا سيدي العزيز الحكومة نعم ستفي بوعدها. نعم. الحكومة ستفي بوعدها لأنه أصلا هم ماخذين ضرائب لعشر سنين قدام، يعني مش رايحين يحطوا ضرائب جديدة لأنه ما فيش شيء بدك تدفع، منين بدك تدفع ضرائب؟ فهلا 10 سنين قدام مخذين ضرائب سلف. فأنا متأكد إن الحكومة ستفي بوعدها ورايحة ما تحط ضرائب على والله يا فهد خليني بس أوضح لك نقطة. الحكومة ما أخذت ضرائب لعشر سنين قدام ليه؟ الحكومة خلال الموازنة العام الماضي أو الأعوام الماضية والحكومات السابقة لما كانت تفرض هذه الضرائب وبناء على الضرائب اللي بتحطها على المواطن كانت من خلال هذه الضرائب تتوقع انه تزيد ايرادات خزينة الدولة وتزيد الموارد المالية بالنسبة للحكومة. ولكن الارقام اللي كانت تظهر في نهاية كل عام بانه هاي الضرائب ما حققت المبالغ المطلوبة منها. هاي الضرائب ما جابت الفلوس اللي مطلوبة منها لانه المواطن ما كان عنده القدرة انه يحقق الحركة التجارية اللي بدهم اياها الحكومة في الاسواق المحلية. لذلك كان اتجاه كل آراء خبراء الاقتصاد في الأردن حتى في بعض التقارير لصندوق النقد الدولي أيضا تتحدث بأنه الحكومة يجب أن تذهب باتجاه تخفيض الضرائب على المواطن لينتعش السوق المحلي. صح وهذا الصح. ما هو قديش نصحوهم وقالوا لا تحطوا ضرائب
بس ما ردوا ركبوا وسبوا انه يفكروا دائما جيبت المواطن هي الاسهل، لانه ما فيش واحد يشتغل للبلد، يعني قلال اللي يشتغلوا للبلد. يعني انا لحقت وصفك الله يرحمه، كان يا رجل يجي بالطوريه ولابس كزمه وبدله فوتيك وفوت على المزرعه، المزرعه بجنبنا بمنطقه الحلبات، وفوت يشتغل بالمزرعه بايده بالطوريه، والله بايده يا رجل. هذا الانسان اللي بده يشتغل للبلد، اما مش انه يستنى لي متى الراتب ومتى الدوام ومتى بدي اطلع سفره ومتى بدي اجي ومتى بدي اسوي شغلاتي الخاصه. فهذا الحكي غلط. وبعدين الحزم الاقتصادي هاي شو اللي دمجوه المؤسسات هذول؟ مؤسسات اصلا ما ندري عنها، ندري كيف طلعوهم منين طلعوهم، ولا عمرنا سمعنا فيك مؤسسات. والله الكل استغرب من كثير من هاي المؤسسات يا فهد، يعني تم دمج ثمان مؤسسات، الكل يعني كان في ضجه على هاي المؤسسات الثمانيه، انه كان المواطن يامل انه يكون مؤسسات اكبر اللي يتم دمجها او الغائها. وهذا اللي كان يحكي فيه رئيس الوزراء خلال الايام الماضيه، انه الحكومه لم تكتفي فقط بهاي الثمان مؤسسات، انما سيكون في قادم الايام ايضا دمج مزيد من الهيئات. بدي اشكرك فهد يوسف من الزرقاء. شكرا. الى الكرك محمد القطاوني، مساء الخير. يعطيك العافيه استاذ الغام، حياك الله. والله يا سيدي ما في اول شيء مبدئيا في الثقه في الحكومه. نعم. وما في ثقه في مجلس النواب. نعم. وما في ثقه في مجلس الاعيان. ولا في ثقه في الوزير من القائمين على العمل. نعم. يعني والله العظيم انا طيب يا محمد بتقول ما في ثقه، شو اللي ممكن يعيد الثقه بالنسبه لنا كشعب في مجلس الامه والحكومه؟ أنا بطلب من جلالة الملك. نعم. يروح الحكومة والأعيان والنواب والوزراء. إذا روحهم يا محمد فيه. يا محمد لو روح الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان شو اللي راح يتغير؟ نعم. مين اللي راح يجي وراء؟ إذا ما تغير النهج الحكومي في التعامل مع الملفات الاقتصادية راح نظل في نفس الحلقة الدائرة المفرغة اللي بنلف فيها من سنوات. الله يطول عمرك يا درغام وينور ما في لفعلك. نعم. يا سيدي عيال الحرافين يعني وش اقول لك، حط عيال الحرافين والله ما بيحرج البلاد غير عجولها. انا ما كل واحد يلبس وتيك يلبس وتيك ويطيح على الميدان. جلالة الملك كل خطاب له بقول انزلوا على الميدان. ما انا شايف رئيس الوزراء هذا بيعرف كريكري بيعرف الكرك اي بجهانة على عزايم وعلى احترام عليه. احنا بنشوفه يا خالد ودي اشوفك ودي اسلم عليك ما وديش لي. نعم. طيب ليش ما بتروح على الميدان يا اخي؟ ليش النواب هذول ما بتشوف؟ تجربتهم في الميدان يا محمد كانت سيئه صراحه. يعني في بدايه تكليف الحكومه وقبل اقرار قانون ضريبه الدخل كان لهم جولات في المحافظات، ومع الأسف من معظم محافظات المملكة تم طرد الفريق الحكومي، فلذلك قلت زياراتهم للشارع. يا سيدي أنا معك بس بيجوا على المحافظة. روح القرى، روح القرى اللي بيشوف، شوف اللي بياخذ الخبز من الحاويات، شوف اللي بيشتغل، شوف اللي بيحرف بيع الحراف. قول لهم شو بدك إياه؟ الله يرحمك يا عزيزي، الله يرحمك يا نعم. شكرا محمد القطاوني من الكرك. إذا مشاهدينا الكرام نذكركم في السؤال الرئيسي حلقة هذا المساء من نبض الشعب، هل ترى أن الحكومة ستفي بوعودها فيما يتعلق بعدم زيادة الضرائب على المواطنين خلال العام المقبل؟ وهذا ما تتحدث به الحكومة طوال الفترة الماضية بأنه لن يكون هناك زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين. في ظل هذا الحديث أيضا حول الموازنة المالية للعام المقبل، كان لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار قبل أيام كان له حديث في هذا الملف على إثر لقائه بعدد من المسؤولين الحكوميين. قال إنه لا يعقل وجود رواتب مقدارها 200 و250 دينارا في ظل الظروف المالية الصعبة للمواطنين. وشدد البكار على رفض مجلس النواب أي زيادة على أسعار الكهرباء والمياه،
مشيرا إلى أهمية الاشتباك النيابي مع الحكومة بشكل إيجابي حول بناء الموازنة العامة. إذن البكار قال بأن المجلس يرفض زيادة أي ضرائب على المواطنين، خاصة فيما كان قد أثير قبل أيام بأن صندوق النقد الدولي حاول أن يفرض على الأردن زيادة في أسعار التعرفة الكهربائية وتعرفة سعر المياه، وأيضا هذا ما رفضه مجلس النواب، وأيضا ما تحدث به وزير المالية مؤكدا رفض الحكومة الأردنية لهذا الشرط من صندوق النقد الدولي. معنا أم سعيد من عمان ومهنا نافع من عمان. نبدأ بأم سعيد، مساء الخير. يعطيك العافية أستاذ درغام. يا هلا بيك. الله يسعدك. بدي أحكي لك، هل قلت إحنا ما نبعد عن الضريبة وعن الكهرب، مع إن جتنا الفتوى اليوم مدوبلة بالناس إياها الكهرب. هل قلت الغزازوي يا أستاذ درغام بيعرفوا يأكلوا ولا بيعرفوش يأكلوا؟ هي الشعب الأردني. نعم تفضل. هل قلت؟ نعم شكرا أم سعيد من عمان. مهنا نافع من عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتي أستاذ درغام. حياك الله أستاذ درغام. المواطن نعم. مش دارس إدارة عامة، أنت بتعرف الإدارة العامة علم. نعم. دمج هذه المؤسسات أمر ممتاز جدا، ونحن على مدى سنوات كنا نطالب بهذا الكلام وعلى فضائيتكم الطيبة هاي. نعم. ونقول دمج المؤسسات أو إلغائها أو إلها أثر من ناحية إدارية، إلها أثر من ناحية قرار، من ناحية توفير، بتوفر مبلغ، هذا أمر نحن معاه 100%. ولكن حتى نعيد الثقة الكاملة نحتاج وقت، لأنه المواطن ما بده إلا يلمس أموره الحياتية زي ما حكيتنا، مش دارس إدارة عامة. هو بهمه في البداية يبدأ أستاذ درغام الغذاء والدواء. نعم. يشوف غذائه، هل حياته اليومية بمتطلباته بالغذاء هاي نزلت أسعارها؟ هل أصبح يستطيع أنه يقتني لأولاده بعض أنواع الأطعمة بطريقة أفضل، بطريقة صحية أحسن؟ هل علاجه الصحي متوفر، دواءه متوفر؟ إذا بدأ بالغذاء والدواء بتبدأ الثقة تعود، أمر طبيعي. أما بالنسبة أستاذ درغام للتحصيل الضريبي، قال لي اللي هي عدم فرض ضرائب، هن يحصلوا الضرائب اللي على الناس أول، يعني إذا هن عندهم رصيد سمعت بالملايين على الناس ومش مدفوعة ضريبة مثقفات وضرائب على شركات ومش مدفوعة. الآن هن حسب ما أنا قرأت ما بين السطور إنه ربما سيعتمدوا على الحجز عن طريق المحاكم على بعض الناس اللي مش دافعين ضرائبهم. نعم. وهذا أمر يعني لو فعلوه، أنا نفسي اللي قدامك بتكلم والله مش لصالحي، أنا علي مثقفات وأنا متأكد كتير من الشقق عليها مثقفات، لكن إن فعلوا التحصيل الضريبي ما مش بحاجة يفرضوا ضرائب جديدة، يحصلوا على الموجود. مهنا هذا ما تتحدث به الحكومة بأنها ستفعل أدوات الرقابة على مسألة التحصيل الضريبي، سواء فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على التجار أو على المثقفات. نعم. أو على مختلف المهن، أو فيما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة على المواطنين. الحكومة تتحدث عن آلية جديدة وحزم وقوة في تنفيذ هذا الأمر ليعود بالنفع على الخزينة العامة. لكن ما نتحدث به اليوم هو ما بدأت به الحديث، هو ثقة المواطن بالحكومة. الآن الحكومة فعليا برأيك مهنا ما هو المطلوب منها لتعيد بناء الثقة بينها وبين الشعب؟ أستاذني أستاذ درغا، حسب ما أنا تعلمت وبفهم، استطلاعات الرأي اللي من جهات مستقلة مثل مثلا إذا سمعت فيها كنا نسمعها من 10 سنوات على الفضائية هاي، قبل 10 سنوات إبسوس عملت استطلاع وقررت مين الفضائية المتابعة أولا وثانيا. هذه المؤسسات العالمية إذا بتعتمدها الحكومة الأردنية على إنها تقوم بتقييم الأداء، هي مؤسسات مستقلة عالمية تقدس الاستطلاع وصدقه. إذا قامت بهذا العمل، إحنا الآن كناس متابعين إعلاميين أو غيره نبدأ نعرف إيش عماله بصير من تحسينات. هذا بالنسبة إنا، أما بالنسبة للمواطن زي ما حكينا الغذاء والدواء لازم يلمس الإشي مباشرة في بيته. نعم. وشكرا لك أستاذ درغام. شكرا مهنا نافع من عمان. أبو محمد من عمان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ درغام. حياك الله. الله يطول عمرك يا سيدي، بدنا نفش حرتنا لأننا مضايقين وعارفين عايشين حالنا. تفضل بنسمعك أستاذ درغام. أنا براجع البنك هذيك اليوم، بنك الـ ABC. نعم.
عاملين فيزا كارت، اعطونا فيزا كارت، فيزا الكارت هاي اللي بناخذ عليها 300 دينار. نعم. فيا سيدي تفاجأت وهم يقولوا بدنا منك 300 بعد 8 سنوات، ادفع 15 دينار. نعم. يعني انا بناشد الحكومة، يعني لازم يتطلعون نحن المساكين. يعني كنا اول على ايام قبل جلالة سيدنا الملك حسين الله يرحمه، كنا نصرف صريف وناخذ رواتبنا باحلى ما يمكن. مع البنوك هذه صارت تسرقنا سرقة يا سيدي. ما يا يعني محمد احنا اليوم بنحكي عن الضرائب وليس عن القطاع البنكي والمصرفي. يعني يفترض بانه من البنك يشعرك بكل تحركاتك المالية ويشعرك بكل اجراءات اللي المفروض تتخذ خلال العقد اللي بتوقعه بينك وبين البنك. يعني البنك ما بيتخذ اجراءات من دون معرفتك فيها، يفترض انك موقع على هذه الاجراءات، ولكن مع الاسف احنا في كثير من الاحيان بنوقع مع تحت الظروف اللي بنعيشها دون ان نقرا. نتحدث اليوم عن ضرائب الحكومه يا ابو محمد، هل ترى ان الحكومه لن تفرض ضرائب جديده علينا؟ على ما تحب وترضى، الله يوفقك. تفضل. السلام عليكم. حياك الله. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتحدث وإياكم حول الضرائب الحكومية، وهل الحكومة جادة فيما يتعلق بوعودها، وهل ستفي بها بأنها لن تفرض ضرائب جديدة على المواطن الأردني خلال العام المقبل؟ وأيضا الحكومة وعدت بأن يكون هناك دراسة لزيادة، أو وعدت بأن يكون هناك زيادة لرواتب العاملين في القطاع العام، وإعادة النظر بسلم الرواتب، رواتب الموظفين فيما يتعلق بزيادتهم، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني التي تحدث بها في خطاب العرش السامي في 10 من الشهر الحالي، عندما خاطب الحكومة بضرورة أن يعيدوا النظر فيما يتعلق بالواقع المعيشي والظروف المعيشية للمواطنين، وكذلك الحال فيما يتعلق أيضا بمسألة الضرائب المفروضة على المواطنين. الآن الحكومة مطالبة بأن تدرس ملف الضرائب بشكل عام، أن تعيد النظر بهذه الضرائب المفروضة، ضريبة المبيعات التي فرضت على كثير من السلع أعلاها بنسبة 16%، وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنة مع واقع الحال المعيشي بالنسبة للمواطنين. أيضا الحكومة السابقة كانت قد ألغت دعم الخبز أو رفعت الدعم عن مادة الخبز، ما زاد من أسعار هذه المادة الأساسية. الحكومة مطالبة بإعادة النظر في كل هذه الملفات الاقتصادية للوصول لتحقيق وتطبيق توجيهات جلالة الملك بتحسين ظروف الناس المعيشية. معي محمد حجازي من الزرقاء. السلام عليكم محمد. الزرقاء. حياك الله. أم الله الوطن سيدنا والجيش. آمين. هذا العنوان بس ناقصه في أغنية حلوة وكذابة. نعم. نعم. محمد تفضل. سيدي احنا نتمنى ذلك ان شاء الله، ما بحطوا ضرائب جديدة. يعني هذا ما نتمناه يا محمد. لا بالفعل بدي اشكرك. هذا ما نتمناه من الحكومه، الا تفرض ضرائب على المواطنين خلال العام الماضي، لان حقيقه الشعب الاردني لم يعد يستطيع ان يتحمل مزيد من الضرائب تفرض عليه، ولن يقبل الشعب بان تخالف الحكومه توجيهات الملك بمساله الضرائب. شكرا محمد حجازي من الزرقاء. ياسين الزعارير من جرش، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي برغام. حياك الله يا سيدي. الله يحييك، ربنا نشكرك على برنامجك. يا حياك الله، تفضل يا سيدي. وكل الفؤاد كم لساني، وقل له إن الكلام عليك موزون، فزنه وإليك محكما في القلة، إن البلاغة بالقليل تكون. نعم. يعني وإحنا يريد إنه يريد يعني يطبق علينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم إلى آخر الحديث. يا سيدي احنا والله يقسم بالله احنا يعني بدنا انتعاش اقتصادي، يعني بدنا اقتصادنا يرتفع، بدنا احنا يعني بدنا نشوف اشي على ارض الواقع. واحنا ما عندنا اي، احنا مش مشكلة لو فضوا علينا الضرائب مش مشكلة، بس احنا بدنا نشوف اشي ينعكس انه الحكومة تقر وتعترف انه الموازنية الحكومة او الميزانية ارتفعت. يعني احنا بدنا
بدنا وزراء، بدنا حكومة جادة كحكومة مثلا المرحوم المعروف اللي هو سبيتيلا الله يرحمه، بدنا حكومة جادة، بدنا وزراء يكونوا في الميدان. فنعم يا سيدي. وبعدين يا سيدي نعم. اثنين بعدين احنا يعني انا ما لا يعني لا اذكر لك اسماء، ولكن بعض المناصب للاسف وكانها صارت مكانها كانها وراثه، يعني يتورث فلان يعني بروح فلان بحط ابنه مكانه. فيا سيدي بعض المناصب عندنا للاسف والله كانها صارت مملكه، الكرسي هو. فاحنا بدنا نشوف يعني بدنا نشوف نطبق رؤيه وتطلعات جلاله سيدنا الله يطول عمره، بدنا نشوف وزراء جدد يعني جادين، ويا ريت انه هذا نشوف وزراء على ارض الواقع جدد، والخاصه ان يكونوا من ابناء الحرتين كما ذكروا اخوياك قبل قليل. ويا ريت احنا يا ريت احنا ان شاء الله انه والله بيغير الحال من حال، وان شاء الله انه الشعب الاردني يعني يمن الله علينا بالخير والبركات وعلى جلاله سيدنا. وشكرا لكم يا سيدي. شكرا ياسين الزعرير من جرش. اذا مشاهدينا الكرام، الحكومة تؤكد خلال الفترة الماضية ومنذ بدء الحديث عن إقرار موازنة العام المالي 2020 بأنها لن تشهد هذه الموازنة إقرار أي ضرائب أو فرض أي ضرائب جديدة على المواطن الأردني، أو حتى لن يكون هناك زيادة على الضرائب المفروضة خلال السنوات السابقة. هذا ما تتحدث به الحكومة خلال الفترة الماضية. في ظل هذا الحديث أيضا هناك حديث رسمية من مصادر مطلعة في الحكومة تقول بأن الحزمة الاقتصادية الثالثة للحكومة ستطلق خلال الأسبوع المقبل، وسيكون الحديث فيها عن تخفيض الضرائب على السلع التي تتوافر في الأسواق بمختلف النسب المفروضة على هذه السلع. النسب تتراوح من 0% إلى 16%. الحكومة بحسب المصادر ستعيد النظر في هذه الضرائب، وهذا ما يتطلبه الشارع الآن، أن تعيد النظر الحكومة بهذه الضرائب وتخفض من حجم هذه الضرائب على المواطن الأردني، ليعود للمواطن ثقته الجزء أو بشكل جزئي تعود ثقة المواطن بالحكومة، ويستطيع المواطن أن يتحرك بما يتبقى من أجزاء من راتبه ليحاول أن يحسن من أوضاعه المعيشية، كما وجه جلالة الملك الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية. معي من البلقاء أبو معتصم وموسى عايض من الطفيلة. نبدأ من الطفيلة. موسى السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضل يا موسى. انا اشترك في البرنامج ابو. نعم. الله يعطيك العافيه. بس لو ترفع صوتك. الو. تفضل سامعك. تفضل يا موسى. والله احنا عندنا ضرائب هذا الله والمدحات. نعم. والله احنا مواطنين تضانين. نعم. شكرا موسى عايض من الطفيلة. أبو معتصم من البلقاء السلام عليكم. ألو أبو معتصم مساء الخير. الله يسعد مساك، كيف حالك يا دكتور؟ حياك الله. الله يا ربي يكرمك دكتور. أول إشي بالنسبة لثقة الحكومة أو كلام الحكومة بالنسبة للضريبة وما الضريبة، نعم، في مثل عند الفلاحين قديم إيش بقول؟ كلام الليل يمحوه النهار. نعم. وكلام الليل مدهون بزبدة. نعم. أما إذا بدك تسألني عن الثقة، عن الثقة تبعت الثقة، إحنا ثقتنا أول إشي في جلالة الملك. نعم. لا بنثق في فلان ولا بنثق بعلنتان. وإذا الثقة بدها ترجع في الحكومة بتكون بتوجيهات من جلالة الملك وبزر واحد بكبسة. نعم. إنه القوات كونه إنه أبو الحسين الله يطول لنا في عمره، نعم، اللي هو مسؤول عن كل الشعب الأردني، المفروض مؤسساتنا تكون المسؤول عنها بيد الجيش. الجيش لأنه إحنا ثقتنا بالجيش من ثقة جلالة سيدنا. يا أبو معتصم بدأت كلامك بتقول إنه كلام الليل يمحوه كلام النهار، لكن الحكومة في الليل وفي النهار وفي كل الأوقات قاعدة بتأكد على إنه ما في ضرائب. أنت على راسي. نعم. ما هو اليوم هي بتحكي وبكرة ما بتطبق. نعم.
أنا هذا المقصود في كلامي. طيب يعني شو المطلوب منها يا أبو المعتصم؟ أبو المعتصم شو المطلوب من الحكومة إنها تعمل على أرض الواقع عشان تستعيد ثقتنا فيها كشعب؟ إذا كيف نستعيد ثقتنا ثقتها فينا أو إحنا نستعيد ثقتنا فيها؟ نعم. نعم. أنا بقول لك كيف. تفضل. أنا زلمة مش دارس. نعم. أنا مش دارس بس حسب تجربتي في الحياة ماشي. إذا كنت أنت بدك تكون ناجح في عملك. نعم. بخفض أهم إشي اللي بيستهلكه الناس. نعم. مش بأرفعه. اللي الناس تقدر تعيش وتظلها ساكتة. إحنا بلا مؤاخذة من سنة 2000 وبديش أقول من لغاية سنة 2007 بديش أقول لك أنا قبل لغاية سنة 2007 كانت حياتنا مسطورة والحمد لله. ما بعد 2007 من يوم ما بدي أذكر لك يعني تأخذنيش مين اللي يوم ما كانت تنكة الديزل إحنا شوفارية كانت تنكة الديزل بست لرات وأربعين قرش وكنا شغالين وما شاء الله علينا ومبسوطين. هو بعد ذلك يا أبو المعتصم في 2008 حدثت الأزمة المالية العالمية وأثرت على كل دول العالم مش بس نعم الأزمة. صارت 13 ماشي بس كانت في مصر تأخذنيش بهالكلمة تنكة الديزل بثلاث لرات وعشرين قرش. نعم. بعد ذلك اختلفت المعادلة كلية. نعم. أنا بلا مؤاخذة أروح أجيب بلاش تنكة البنزين قاعدة تنباع بدينار وربع وبليرتين في السعودية بيجوا هنا قاعدين بيهربوها تهريب وبالناقص بحدود دينار ونص دينارين. نعم شكرا أبو المعتصم نعم شكرا أبو المعتصم من البلقاء. هو يتحدث عن الأوضاع ما كانت عليه قبل العام 2007 وبعد ذلك شهد العالم أزمة مالية عصفت بالعديد من دول العالم غيرت من وجه العالم الاقتصادي وبطبيعة الحال الأردن تأثرت خلال هذه السنوات بما حصل في العالم أجمع وبعد ذلك تبعها موجات اللجوء التي أثرت أيضا هي الأخرى على الواقع الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية. مشاهدينا الكرام سنعود إليكم لاستكمال الحديث حول سؤالنا لهذا المساء، هل ترى أن الحكومة ستفي بوعودها بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين العام القادم؟ لكن بعد أن نتوقف للحظات لرفع أذان العشاء وبعد ذلك لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا. الدولية أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية جديدة نستهلها بأبرز العناوين. ذكرى 48 لاستشهاد وصف التل تصادف اليوم. وزير المالية يقول إن موازنة العام المقبل رصدت مخصصات لزيادة رواتب الموظفين. اللجنة النيابية المشتركة القانونية والإدارية تقر رفع الإجازة السنوية للجيش إلى 36 يوما. وزارة المياه تقول إن لا نية لرفع أسعار المياه وإعادة دراسة الشرائح. من جديد أهلا ومرحبا بكم. تصادف اليوم 28 من شهر تشرين الثانية ذكرى 48 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل والذي اقتيل في القاهرة أثناء مشاركته في مؤتمر وزراء الدفاع والأركان العرب حيث كان يحمل مشروعا نهضويا عربيا للنضال ضد الاحتلال ومشروعه الاستعماري. تولى وصفي التل منصب رئيس الوزراء في الأعوام 1962 1965 و1970 وعرف بإخلاصه وولائه لقيادته الهاشمية وعشقه لوطنه وأمته العربية ووحدتها. أمن التل بدولة الإنتاج وكرس كل أدوات ومؤسسات الدولة في خدمة المواطن الأردني وبناء الدولة ووضع أسس نهضة وطنية أردنية فأصبح رمزا من رموز بناء الدولة. وكان تركيزه أثناء رئاسته لثلاث حكومات على تطوير الجيش وتقوية قدراته للإسهام في تحرير فلسطين
وبناء منظومة إعلامية فاعلة ومؤثرة، وإنجاز قطاع زراعي يغري أهله والبقاء فيه ويشد البعيدين عنه للانخراط فيه بوصفه قطاعا مهما في الاقتصاد الوطني وخلق بيئة نظيفة. ولد المرحوم التل في العام 1920، وهو ابن الشاعر الأردني المعروف مصطفى وهب التل، وتلقى دراسته الابتدائية في المملكة، ثم انتقل إلى الدراسة في الجامعة الأمريكية ببيروت. تقلد العديد من الوظائف والمناصب الرسمية في عمان والقدس وأريحة ولبنان ولندن عفوا، وعمل دبلوماسيا في السفارات الأردنية في موسكو وطهران وبغداد. قال وزير المالية محمد العصعص إن موازنة العام للمقبل تضمنت لأول مرة منذ سنوات زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33% مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 أن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل إلى عدم رفع ضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازي المدني والعسكري. تعديلات على سلم رواتب القطاعين المدني والعسكري وعدم فرض ضرائب جديدة أبرز النقاط التي تطرق لها وزير المالية محمد العصعص بما يتعلق بموازنة عام 2020، حيث أكد على أن تحفيز النمو هو نقطة أساسية للوصول إلى الاستقرار المالي. القاعدة الأولى اللي انطلقنا منها أننا لن نفرض ضرائب جديدة في 2020. مواطننا استحمل، الله يبارك فيه ويعينه ويقدرنا ان نكون على حمل المسؤولية اللي نحقق نتائج هذا اللي استحمله بإيجابية وبنمو واستقرار مالي واقتصادي. فهذا كان نقطة أساسية اعتمدنا عليها في بناء الموازنة. أدخلنا في هذه الموازنة تعديل على سلم رواتب الجهاز المدني والعسكري، مما نأمله أن هذا سيسهم في تحسين حياة المواطن الأردني، وإن شاء الله هيكون مردوده إيجابي على الاقتصاد. تحفيز النمو هو نقطة وقاعدة أساسية تؤمن فيها هذه الحكومة أنها ستكون منطلق الوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات. كما بيّن العصعص أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل بلغ 9,808,000,000 دينار، وبعجز بلغ 1,247,000,000 دينار. إجمالي النفقات المقدرة في موازنة 2020 9,808,000,000، 8,383,000,000 منها جاري والباقي رأس مالي. 2.3% هذا العجز الأولي، وهو المقياس الرئيسي للتعامل مع الاقتصاديات والسياسة المالية، وهو يقدر ب 756,000,000 دينار. وقال العصعص أن هذه الموازنة أول موازنة ترفع الإنفاق الرأسمالي عن طريق رفع الكفاءة مع القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه تم تقسيم نفقات الحكومة العامة إلى 15% للنفقات الجارية و85% للنفقات الرأسمالية. أن هذه الموازنة هي أول موازنة منذ سنوات ترفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة سنمر على ذكرها لاحقا، وتخصص هذا الإنفاق الرأسمالي الجديد تحت عنوان الشراكة مع القطاع العام والخاص، حتى أنه نرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي ونحسن من الخدمات اللي البنية التحتية اللي بنتظرها منا مواطنينا. في نفس السياق بالنسبة لموضوع التحفيز النمو الاقتصادي، اعتمدت هذه الموازنة على أساس أننا لا نريد أن نستمر كحكومة في خلق متأخرات مالية على القطاع الخاص، مما سيسحب السيولة من الاقتصاد وبالتالي سيكون له دور انكماشي نحن نحاول أن نتفاداه. وعن صندوق النقد الدولي أكد العصعص أن الأردن
لن يقبل بالإملاءات الخارجية بما يتعلق بوضعه الداخلي، ويتعامل مع الصندوق كمستشار للحكومة. رامي العيسى، الحقيقة الدولية. هذا وأحالت الحكومة اليوم إلى مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار مشروعي القانون من مجلس الوزراء أمس استكمالا للإجراءات الدستورية لإقرارهما. أقرت اللجنة النيابية المشتركة القانونية والإدارية خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019. قال العودات إن من أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة رفع الإجازة السنوية التي يستحقها أفراد القوات المسلحة إلى 36 يوما بعد أن كانت 30 يوما، ومنح العسكريين إجازة بدون راتب وإجازة دراسية بدون راتب، وكذلك منحهم إجازة أبوة. كما أقرت اللجنة المواد المتعلقة بشروط تجنيد الأفراد والرتب العسكرية وشروط الترفيع. وبين العودات أن اللجنة قامت بتحديث المصطلحات لتتوائم وتنسجم مع جميع التغيرات التي طرأت على المسميات الوظيفية في القوات المسلحة الأردنية بموجب القوانين الأخرى كالقوات المسلحة وخدمة الضباط وصندوق الشهداء والضمان الاجتماعي. بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أوعز لمدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بإصدار بطاقة تسوق ذكية خاصة للعسكريين العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ويمنح بموجب هذه البطاقة خصم 10% من قيمة المشتركات الشهرية على مختلف السلع في جميع فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وذلك في كافة أنحاء المملكة، على أن يبدأ العمل بها في شهر كانون الثاني 2020. كما أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة بتخصيص نقاط بيع داخل أسواق المؤسسة العسكرية خاصة بهم بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم. أطلق رئيس الوزراء الدكتور أو أطلع رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال زيارته اليوم مهرجان الزيتون الوطني 20 المقام حاليا في حدائق الحسين بعمان على المنتجات الريفية والسلع الزراعية التي يوفرها المهرجان لزواره. ويهدف المهرجان الذي تشارك به نحو 600 أسرة و13 جمعية ريفية زراعية إلى دعم الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها الزراعية والمنتجات الريفية التقليدية التي تشتهر بها مختلف مناطق المملكة. وطلع رئيس الوزراء في المهرجان الذي يشهد إقبالا واسعا للمواطنين في يومه الثاني على عملية إجراء الفحوصات المخبرية لعينات من زيت الزيتون المنتج أردنيا والذي يحظى بسمعة جيدة على المستويين المحلي والإقليمي. وأعرب رئيس الوزراء عن فخره بمختلف المنتجات الزراعية الأردنية التي تمتاز بالجودة العالية ويتم عرضها من مختلف محافظات المملكة، مؤكدا اهتمام الحكومة بالتسهيل على المزارعين في عملية التسويق داخل الأردن وخارجه. وأشاد رزاز بفكرة المهرجان الذي يعمل على إيصال المزارع والمنتجات الزراعية إلى المستهلك بدون وساطة، قائلا إن من شأن هذا دعم وتعزيز هذا القطاع الذي نفتخر به. ودعا رئيس الوزراء المواطنين من مختلف مناطق المملكة إلى زيارة المعرض دعما لأبناء وبنات الوطن ومنتجاتهم. قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إنه يجرى العمل على تجهيز معهد خاص لتدريب أعضاء مجالس اللامركزية مطلع العام القادم. أضاف إنه يتم الآن العمل على تجهيز وإعداد معهد خاص لتدريب وتأهيل أعضاء المجالس المحلية واللامركزية، سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من المراحل القانونية لإطلاقه. التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق أمس وبحضور أمين عام الوزارة عاهد الوهادنر رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية. وأكد توق على ضرورة مؤسسة اجتماعات دورية لرؤساء الجامعات الأردنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وذلك لبحث القضايا المشتركة بين جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم العالي في الأردن، والعمل بتشاركية لتحقيق الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وذلك للنهوض بقطاع التعليم العالي. وقالت هوق أن الطموحات التي يتم السعي لها كبيرة، ولكن يقابلها إمكانيات محدودة، مما يحتم عليهم العمل بحد كبير لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية والبشرية المتاحة لدينا، ويتم ذلك من خلال تطوير الإدارة المالية التي تحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على خفض النفقات، مع ضرورة بحث الجامعات عن موارد مالية متجددة، وذلك من خلال عوائد الاستثمار الذي يمكن لكل جامعة أن تقوم به. قالت وزارة المياه والري إنه لا يوجد أي نية لدى الوزارة لرفع أسعار المياه، مؤكدة في ذات الوقت أنها تقوم حاليا بإعادة دراسة نظام شرائح المياه لإعادة تقسيم الشرائح بما يضمن الحد من هدر المياه والحفاظ عليها وتعزيز الواقع المائي. وبين مساعد مدير عام وزارة المياه والري الناطق الإعلامي عمر سلامة ردا على سؤال إلى أن وزارة المياه تسعى لزيادة ورفع مستوى خدمتها المائية وخدمة الصرف الصحي بالرغم من كل التحديات التي يواجهها قطاع المياه، وأوضح أنه بالرغم من تفاقم الواقع المائي وارتفاع كلف الطاقة وإنتاج معالجة المياه والصرف الصحي، وهذا الأمر أكبر تحدي تواجهه أي حكومة، وتتكبد الخزينة سنويا كلفا باهظة تفوق قدرة قطاع المياه على تحملها، مما يدفع الحكومة لدعم القطاع لتأمين الاحتياجات المائية، حيث وصلت قيمة الدعم المقدمة نهاية عام 2018 إلى أكثر من 300 مليون دينار كدعم مباشر من الخزينة لفاتورة المياه، مؤكدا أن العائد المالي الذاتي لقطاع المياه يغطي فقط ثلثي كلفة الخدمات، وأن خسائر القطاع زادت على 1% من الناتج المحلي الإجمالي. حذرت وزارة العمل في بيان صدر أمس الباحثين عن العمل من شركات وهمية للتوظيف سواء عبر شبكة الإنترنت أو بعض وسائل الإعلام، موضحة أن هذه الشركات تنتحل أحيانا أسماء شركات توظيف مشهورة من أجل الإيقاع بضحايا والاستيلاء على أموالهم بطريقة احتيالية. طلب الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب الباحثين عن العمل بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، وقال إن هذه الشركات تستغل حاجة ضحاياها للوظيفة وتمارس عليهم النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال إيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها وبدون وجود وظائف حقيقية. وأضاف الخطيب أن بعض الأشخاص أو الجهات تدعي أيضا أنها شركات توظيف محلية وتقوم بالإعلان عن وظائف وهمية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض وسائل الإعلام. وأكد الناطق الإعلامي أن الوزارة تقوم باستمرار بنشر أسماء وعناوين شركات التوظيف المحلية والموثوقة والمرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل. جدد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى صبيحي نفيه لما يتم تكرار تداوله في بعض وسائل الإعلام حول دعوة المؤسسة للعاملين خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2019 للحصول على مبلغ 1499 دينارا من المؤسسة، والدعوة للدخول إلى الرابط الإلكتروني المزعوم لأنه تابع لوزارة العمل، ويطلب الرد على استفسارات وبعدها مشاركة للأصدقاء بهدف الحصول على هذا المبلغ. وأكد أن المؤسسة لا علاقة إطلاقا بهذا الراتب، كما أنها لم تتوجه أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من طريقة المؤسسة انتهاج مثل هذا الأسلوب في مخاطبة الجمهور من المؤمن عليهم والمتقاعدين، لا سيما وأن قانون الضمان الاجتماعي واضح تماما في إقرار الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم والمستفيدين سواء كانت على شكل رواتب أو تعويضات من دفعة واحدة وفقا للشروط والأحكام التي نص عليها. وبين أصبحي أن المؤسسة كانت قد حذرت أكثر من مرة من التعامل مع مثل هذه المعلومات والروابط المضللة والخادعة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة في صفوف المؤمن عليهم بشكل خاص وجمهور الضمان الاجتماعي بشكل عام،
مناشدين كافة المواطنين من الجمهور الضمان وغيرهم إلى عدم تداول هذا الرابط والمعلومات المضللة والتي يتضمنها منعا لأي لبس أو تضليل. أطلقت قطر الخيرية حملة الشتاء في عدد من الدول العربية، واختارت الأردن لتكون انطلاقا لهذه الحملة، وتستهدف الحملة شمال ووسط وجنوب المملكة، وذلك ضمن حفل تم إقامته في بنك الملابس الخيرية التابع للهيئة وبحضور سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني. ترسيخا للتشاركية بين الهيئة الخيرية الهاشمية وقطر الخيرية، أطلقت قطر الخيرية الخميس حملة الشتاء في عدد من الدول العربية، واختارت الأردن لتكون انطلاقا لهذه الحملة التي تستهدف كافة المحافظات الأردنية. انطلاقا من واجبها الإنساني والأخوي، دأبت قطر الخيرية على تخصيص حملات مواجهة البرد، برد الشتاء واطلاقها من الميدان، ومباشرة توفير المستلزمات التي يحتاجونها قبل اشتداد وطأة البرد، ومد يد العون للفئات الأكثر تضرراً. وقد رأينا أن ندشن حملة قطر الخيرية دفء وسلام لعام 2019-2020 من خلال عدد من مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين والشرائح الأكثر احتياجاً في الأردن، داعين المولى أن يكون هذا الشتاء دفئاً وسلاماً عليهم وعلى أسرهم وأطفالهم. تستهدف حملة دفء وسلام 500,000 شخص في 17 دولة، مع التركيز على الدول التي تعاني من الأزمات والأوضاع الاستثنائية. حوالي 30% من المقيمين في الأردن هم لاجئين. الأردن يستضيف أكثر من 52 جنسية تحمل صفة اللجوء. فلكم كل الشكر لقطر، للشعب القطري ولقطر الخيرية لإطلاق هذه الحملة من الأردن، وهذه رسالة واضحة وكبيرة لجميع دول العالم وخصوصا دول الجوار بدعم والتنسيق ويد العون ومد يد العون للمحتاجين، سواء كانت الأسر عفيفة أردنية أو لاجئين أو مقيمين في الأردن. لكم كل الشكر على إطلاق هذه الحملة التي تشمل 17 دولة، وتخصيص الأردن كبداية لهذا العمل، والعدد الكبير اللي سيتجاوز إن شاء الله 500,000. جميعا نقول نمثل جسد هذه الأمة. لدينا مثل يقول أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل. اليوم أقول لا، هذا المثل لا ينفع في الأزمات الإنسانية. نريد أن نصل قبل أن يموت الطفل، نريد أن نصل قبل أن نجرح كرامة الشيخ الكبير، لا نريد أن نصل ومعنا الأكفان نكفن الموتى. جئنا هنا لنذكر العالم بالقضية الإنسانية المأساوية، إنها قضية الإنسان. سرني أن أشكر أخواني وأشقائي الأخوان الأردنيين، وأشكر جمعية قطر الخيرية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على عملهم الإنساني، وأتمنى لهم التوفيق ومزيدا من التعاون في المجالات الإنسانية بإذن الله تعالى، وبارك الله في مسعاكم في حملة سلام ودفء، والله يجعلها في أعمالكم الخيرية وميزان حسناتكم، وأسأل الله التوفيق للجميع. وتهدف الحملة لتوزيع البطانيات وكابونات المحروقات والملابس والطرود الغذائية لأكثر من 2000 أسرة لمختلف الجنسيات من الفئات المحتاجة. نشرة الأخبار مستمرة وتتابعون بعد قليل. متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة. وفي العراق مواجهات دامية في الناصرية رغم حظر التجول.
بداية مع الشأن الفلسطيني، حيث اقتحم قرابة 50 مستوطنا اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة. قالت مصادر بوزارة الأوقاف الإسلامية إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، مشيرة إلى أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة ونفذت جولات داخل باحات المسجد، وأيضا فتشت في هذا المكان وتفحصته. أشاروا إلى أن المتطرفين يواصلون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى بشكل يومي وسط جولات استفزازية. كشفت مصادر إعلامية عبرية النقابة عن مخطط لحكومة الاحتلال لبناء 11,000 وحدة استيطانية شمال القدس المحتلة. قالت مصادر صحفية عبرية اليوم أن وزارة البناء والإسكان الصهيونية نشرت خطة لبناء حي يهودي جديد يتضمن بناء 11,000 وحدة سكنية لليهود في منطقة عطوارد الصناعية الاستيطانية شمال القدس المحتلة. أوضح التقرير العبري أن الحي اليهودي الجديد سيقام على أرض مطار قليندية بين رام الله ومدينة القدس، وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المخطط إلى لجنة التخطيط والبناء الصهيونية خلال بضعة أشهر. هدمت جرافات عسكرية صهيونية فجر اليوم 4 منازل لأسرى في سجونها ببلدة بيت كاحل شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. قالت مصادر أن قوات كبيرة من الاحتلال برفقة معدات للهدم اقتحمت بيت كاحل فجرا وشرعت بعملية هدم ل4 منازل يملكها الأسرى، وهذه مجموعة من الأسرى. منذ ساعات الفجر الأولى اقتحمت قوات الاحتلال المعززة بآلياتها العسكرية والمدججة بالسلاح واصطحاب الجرافات من أجل هدم 4 منازل تعود لعائلات منفذي عملية قتل مستوطن قبل حوالي 4 أشهر في مجمع مستوطنات غوتش عطسيون بالضفة الغربية. أقدمت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل البلدة بالكامل ونشرت قواتها على محيط وأسطح المنازل لتأمين عملية الهدم وإعلان بلدة بيت كاحل منطقة عسكرية مغلقة. الحمد لله، ما بنقول إلا غير حسبي أن الله ونعم الوكيل، بس الحمد لله. وهذا وضع الشعب الفلسطيني، يعني مش أول مرة بهدموا بيوت يعني، وإن شاء الله المقاومة بظل شغالي. 4 منازل تهدم في بلدة بيت كاحل بعدما وجه الاحتلال التهم ل4 أفراد وهم أحمد عارف عصافرة وشقيقه قاسم ونصير صالح عصافرة ويوسف سعيد زهور بقتل الجندي الإسرائيلي. وعلى إثر عملية الهدم اندلعت المواجهات الشرسة بين الشبان وجنود الاحتلال، وأطلق خلالها الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابة العديد بالاختناق. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. المنزل ساكن فيه الوالد والوالدة، وهو تكون 4 شقق، بيسكن فيه أخت كمان إخوة الاثنين، والأسير كان الأخرى ساكن فيه. الحمد لله كانت عندنا إرادة قوية وما تأثرنا من أي شيء. كل المجتمع الدولي إنهم يقفوا بجانبنا في كل مكان، يساعدوا اللي هو البيوت اللي انهدمت، يساعدوا كل ناشد احنا كل القوات حقوق الانسان، ناشد كل من له يد في هذا لمساعدة اللي هو البيوت، لانه في بيوت تهدمت بالشكل الكامل والعائلة اصبحت خارج البيوت واحنا مقبلين على فصل الشتاء. الحمد لله رب العالمين، ورافع راسي، وكمان اخرى اللهم صل على سيدنا محمد، رجعوا اعتقلوا أولادي وأخذوهم، وكمان فيش حد اللي يسكن البيت، كلهم معتقلين الحمد لله رب العالمين. وأنا برضه أجوا جابوا العسل وهدوا على البيت تار وفتحوا وطلعوا فوق السطح وقعدوا يصرخوا في وجوهنا ويخافوا يرعبوا الولاد الصغار والنساء ومن جميعهم. بات كيان الصهيوني ينتهج سياسة هدم المنازل الفلسطينية بدعوى أنهم نفذوا أو خططوا أو ساعدوا للقيام بأعمال ضد الاحتلال،
فاعتبرها الاحتلال وسيلة للردع في مواجهة الانتفاضة. فقد حظيت هذه السياسة القديمة الجديدة بمباركات وتأييد من أعلى المستويات السياسية والقضائية الإسرائيلية. فمن الملاحظ بأن إسرائيل في الآونة الأخيرة صعدت من عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين بدوافع الردع لحماية الكيان الصهيوني. سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق منفذي العمليات ضد الكيان الصهيوني باتت وسيلة في الانتقام من شعب رابط على أرضه للنيل من كرامته. لفضائية الحقيقة الدولية، نور الدين بنات من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، فلسطين المحتلة. أفادت مصادر اليوم بارتفاع حصيلة القتلى في مدينة النصرية خلال صدامات بدأت ليلة أمس إلى 13 شخصا فيما أصيب 75 آخرون. وأفرضت السلطات حظر تجوال في مدينة النصرية مركز محافظة ذي قار، كما قطع متظاهرون جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها أصوات إطلاق رصاص الحية. لذلك أفادت وكالة رويترز الأنباء نقلا عن مصادر طبية بمقتل 8 على الأقل برصاص القوات الأمنية خلال احتجاجات مدينة النصرية الجنوبية. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. أعلنت السلطات العراقية اليوم فرض حظر التجول على مدينة النصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق بعد ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في المدينة إلى ما يزيد عن 10 قتلى. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين في المدينة أن قرار حظر التجول جاء في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وأشارت إلى انتشار عناصر أمن في محيط النصرية، حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول. ويبدو أن المتظاهرين لم يلتزموا بأمر حظر التجوال، إذ سيطروا على جسر الزيتون في محافظة النصرية واقتحموا إثر ذلك مقر قوة التدخل السريع وأحرقوه بالكامل. ذكرت تقارير أعلامية اليوم أن قوات الأمن العراقية انتشرت بكثافة في محيط النجف، وذلك بعد ساعات من إحراق عدد من المحتجين للقنصلية الإيرانية أمس. وسط المحافظة قطع محتجون طريق المدينة وطريق كربلاء ونفق العسكريين عبر حرق الإطارات. وأعلن أصحاب المحلات التجارية في إضراب كبير اليوم، حيث قرروا إغلاق محلاتهم تحت شعار سحب الثقة عن الحكومة والأحزاب. وتشهد مدينة النجف أجواء متوترة منذ إحراق القنصلية الإيرانية عقب محاصرتها من قبل متظاهرين يحتجون على فساد الطبقة السياسية في العراق. أكدت مصادر قصر بعبدة الرئيسي في لبنان اليوم أنه تم إرجاء الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم لمدة 48 ساعة. عزت المصادر هذا التأجيل إلى حاجة للتوافق على الشخصية التي سيتم تكليفها لرئاسة الحكومة اللبنانية خلفا لحكومة سعد الحريري والتي أجبرتها الاحتجاجات الضخمة على الاستقالة. وكانت مصادر كشفت الأربعاء أن رئاسة الجمهورية اللبنانية لم تدعو بعد إلى استشارات نيابية ملزمة، ولا توافق حتى الآن بين القوى السياسية على شخصية رئيس حكومة مقبل بشروط التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، ميليشيات حزب الله وحركة أمل تحظى بدعم الشارع السني. نشرت قوات الجيش الأمريكي في سوريا اليوم عشرات الآليات في منطقة إرميلان بالقرب من حقول النفط بعد سحبها من مواقعها في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربية. وأفادت وسائل إعلام بأن القافلة العسكرية الأمريكية مؤلفة من 80 جند ومعدات عسكرية مختلفة وصلت مدينة إرميلان في محافظة الحسكة. وأشارت إلى أن القوة العسكرية الأمريكية تستقر في موقع قسطر العسكري شمال مدينة تل تمر قريبة من الطريق الدولية، حيث وصلت القافلة لموقعها في مدينة إرميلان وسط حراسة أمنية مشددة لتستقر هناك. أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جنديين تركيين
جراء هجوم صاروخي تعرضت له قاعدة عسكرية في بلدة أقجا قلعة جنوبي البلاد عند الحدود مع سوريا. أقالت الوزارة إن هجوما وقع يوم الأمس واستهدف قاعدة على الجنوب الآخر من بلدة تل أبيض السورية التي استولت عليها تركيا بعد عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي. أضافت الوزارة في بيان لها أن القوات التركية فتحت على الفور النيران نحو مصدر الهجوم واستمرت العملية في المنطقة. استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي لدى بكين، وذلك احتجاجا على موقف واشنطن من الاحتجاجات الأخيرة والأحداث في هونغ كونغ وللمطالبة بوقف تدخلاتها في الشؤون الصينية الداخلية. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون للكونغرس يدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة المحلية في هونغ كونغ الصينية. وكانت بكين قد استدعت الثلاثاء الماضي السفير الأمريكي لديها للاحتجاج على اعتماد مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين مشروع قانون لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ. وتشهد هونغ كونغ احتجاجات منذ أكثر من 5 أشهر ضد مشروع قانون يسمح للسلطات المحلية بتسليم مطلوبين لبكين. بعد قليل لأبرز أهم الأخبار الرياضية. يلتقي فريقا الوحدات والأهلي عند الساعة 7 من مساء غد الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في قمة مباريات المرحلة الإياب بدوري بنك الأسكان الممتاز لكرة السلة. وتأتي أهمية المباراة في ظل تصدر فريق الوحدات الذي يتعرض لمنافسة قوية من الأهلي صاحب المركز الثاني، ما يجعل المباراة قوية ومثيرة. وتجرى غدا أيضا مباراتان في دور السلة، حيث يلتقي عند 5 مساء فريق الجزيرة والجبيهة في صالة الأمير حمزة، فيما يلتقي بنفس الوقت في صالة الحسن بإربد فريق كفر يوبا والأرثوذكسي. في فوز مكنه من تصدر مجموعته وتأهله للدور ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حقق فريق برشلونة الإسباني مساء أمس 3 أهداف مقابل هدف واحد لفريق بروسيا دورتموند الألمانية. وفاز برشلونة الأربعاء فريق برشلونة على نظيره بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة ب3 أهداف مقابل هدف، متأهلا بذلك للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بعد الشارع نطلع عليكم أبرز العناوين مشاهدينا الكرام ومثل ما نختم. قبل الختام هذا تذكير بأهم العناوين. الذكرى 48 لاستشهاد وصف التل تصادف اليوم. وزير المالية يقول إن موازنة العام المقبل رصدت مخصصات لزيادة رواتب الموظفين. اللجنة النيابية المشتركة القانونية والإدارية تقر رفع الإجازة السنوية للجيش إلى 36 يوما. وزارة المياه تقول إن لا نية لرفع أسعار المياه وإعادة دراسة الشرائح. متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة. وفي العراق مواجهات دامية في الناصرية رغم حظر التجول. لن نلتقي في نشرة جديدة، إلى اللقاء.